الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. إذا أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الاثنين بالجزائر العاصمة على تنصيب رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك خلفا لتوفيق حكارة. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أنهى الاثنين مهام حكار وعين حشيشي خلفا له على رأس المجمع النفطي العمومي. وفي كلمته بالمناسبة أشاد الوزير محمد عرقاب بكفاءة الرئيس المدير العام الجديد للمجمع، مؤكدا أن التغيير يأتي بهدف إعطاء نفس جديد لمجمع سوناطراك. وأهنئ بهذه المناسبة السيد حشيشي على الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لهذا المنصب، وأشيد بكفاءته التي يشهد لها مساره المهني الثري في مجال المحروقات وعلى مستوى شركة سوناطراك، والذي سبق له توليه في السنوات الماضية. للتذكير، إن هدفنا الرئيسي هو إبراز موارد جديدة من المحروقات ووضع برنامج لتطويرها واستغلالها وإنتاجها، وكذا تثمينها من خلال تطوير الصناعة التحويلية للرفع من الإنتاج الوطني وخلق فرص عمل كثيرة وتحقيق إنجازات بارزة من حيث الاكتشافات وتطوير الحقول، وكذا في مجال التكرير وتعزيز قدرات التصدير. من جانبه شكر الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي رئيس الجمهورية على الثقة، مؤكدا عدم ادخار أي جهد لتلبية حاجيات البلاد من المحروقات وتوجيه الباقي نحو التصدير. وأنا أزن ثقل المسؤولية التي أوكلت لي، أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإلى السيد وزير الطاقة والمناجم على الثقة التي وضعت في شخصي. لن أدخر أي جهد لتحقيق أهداف سوناطراك والمتمثلة أساسا في تلبية حاجيات الوطن من جميع أنواع المحروقات ومشتقاتها، والفائض يوجه للتصدير لتلبية حاجيات الدولة الجزائرية من موارد العملة الصعبة. هذا ملخص بسيط، ولكن للوصول لهذه الأهداف هناك عدة محاور مترابطة كسلسلة، منها الاستكشاف لتعويض ما استهلك وتجديد المخزون ولضمان ديمومة الشركة. وعاد توفيق حكار إلى أهم الإنجازات المحققة، مما أسهم في بلوغ مستوى إنتاج يقدر ب 200 مليون طن سنويا، مذكرا بأنه استلم المسؤولية في أوقات صعبة. أتوجه بشكري الخالص للسلطات العليا للبلاد على أنها منحتني هذه الفرصة لأكون على رأس أهم مؤسسة اقتصادية في الجزائر. تقلت هذا المنصب في ظرف صعب جدا، وهو كما تعلمون أزمة كورونا وما تلا من أزمات بعد كورونا. تمكنت سوناطراك من رفع من قدرات الإنتاج، ولأول مرة نبلغ مستوى تقريب 200 مليون طن في السنة. استمرينا في تطوير المشاريع، خاصة مشاريع التكرير والبتروكيماويات. كشف وزير المالية العزيز فايد الاثنين عن مناقشة دفتر الشروط الخاص باستغلال العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية قريبا على مستوى الأمانة العامة للحكومة. جاء ذلك خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها صالح قجيل رئيس المجلس، خصصت لمناقشة نص القانون المحدد لشروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عصوار.
وبخصوص صيغة منح العقار، كشف وزير المالية أن الامتياز بالتراضي يمنح لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بنفس المدة وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الاستغلال. أن مشروع هذا القانون يسمح للمستثمرين الجدد أو المستفيدين في إطار في الأطور السابقة من تقديم طلبة التحويل إلى التنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حجز التنفيذ دون تقييدها بأجال محددة تركت لرغبة المستثمر في تحويل الامتياز إلى التنازل من عدمه أو تنازل من عدمه. بخصوص تهيئة العقار الاقتصادي، كشف الديوان الجزائري المهني للحبوب عن توفر كميات معتبرة من البقول الجافة والأرز عبر شبكته الموزعة على المستوى الوطني. وأعلم الديوان الجزائري المهني للحبوب في بيان له والاثنين جميع متعاملين التوظيف، تجار التجزئة والجملة وجميع المساحات التجارية الكبرى بأن كميات كبيرة من البقول والأرز متوفرة من خلال شبكته الموزعة على المستوى الوطني، والتي تضم أكثر من 40 تعاونية للحبوب والبقول الجافة و590 نقطة للبيع. كما طمأن البيان بأن الديوان يمتلك كل القدرات الكاملة والحصرية التي تمكنه من ضمان تموين السوق الوطنية سواء من خلال الإنتاج الوطني عبر مرافقة المنتجين وجمع البقول الجافة أو من خلال برنامج الاستيراد. وذكر الديوان أن أسعار البيع المحددة من قبله تعد منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة عالميا. إلى الشأن السياحي الآن، حيث كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش عن تسجيل أزيد من 2,300,000 سائح خلال هذه السنة من الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت 2023، من بينهم 1,500,000 سائح أجنبي. الوزير ديدوش أبرز في كلمته خلال اجتماع تقييمي لموسم الاصطياف 2023 جمعه بإطارات القطاع أن الجزائر قد سجلت إقبالا مميزا للسياح هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، أين سجل توافد 1,400,000 سائح فقط. هناك 2,300,000 سائح أجنبي زاروا الجزائر هذه السنة، من بينهم 1,500,000 سائح أجنبي، حيث يعتبر هذا العدد جد إيجابي إذ قررناه بالعام الماضي، أين سجلنا توافد فقط 1,400,000 سائح بما فيهم جاليتنا الجزائر جاليتنا بالخارج. كما كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية عن توفد أزيد من 26,000 سائح نحو ولاية الجنوب، من ضمنهم 2,500 سائح استفاد من إجراءات جديدة خاصة بتسهيل منح التأشيرات السياحية. كما عرفت ولاية الجنوب الجزائري توفدا يراوح في 26,000 سائح، استفاد منهم حوالي 2,500 سائح من تطبيق إجراءات جديدة خاصة بتسجيل منح تأشيرات سياحية للسائحين الأجانب المتوجهين إلى الجنوب، والتي أنص عليها السيد رئيس الجمهورية في التزاماته 54. هذا وأكد الوزير ديدوش أنه سيتم خلال الموسم السياحة الصحراوية المقبل تعزيز الرحلات من عدة دول أوروبية نحو ولاية الجنوب. فتح خطوط جوية مباشرة بين العاصمة الفرنسية وولاية جانت، مع العلم أن خلال الموسم السياحي الصحراوي المقبل سيتم تعزيز هذه الرحلات من عدد مدن أوروبية أخرى نحو ولايات الجنوب.
ومن جهة أخرى أكد مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية غردايا سعد مرياح عن تسجيل إقبال مميز على التأشيرات على سبيل التسوية، حيث توافد أزيد من 26 ألف سائح نحو ولايات الجنوب سنة 2022-2023، من بينهم 2500 سائح مستفيد من التأشيرة على سبيل التسوية. في هذه الفترة خاصة موسم السياحة الصحراوية 22-23 نحصي في حدود 26 ألف سائح بين قوسين زاروا السياحة الصحراوية مناطق الصحراوية، واستفادوا أكثر من 2500 سائح بالنسبة لهذا العام، يعني من مطلع جانفي إلى نهاية سبتمبر 2023 استفادوا من خدمة أو رخصة الركوب وبالتالي التأشيرة السياحية على سبيل السوية بمجرد وصولهم إلى مطارات الجزائر. أما الآن مشاهدينا، أحدث الأخبار وتفاصيل المتغيرات لأسعار البترول، الغاز والذهب عن اليوم 3 أكتوبر 2023، حيث بلغ سعر البرميل الواحد سحاري بلاند حسب آخر تحديث متداول له 94.35 دولار للبرميل الواحد، مسجلا بذلك نسبة انخفاض بلغت 1.79%. أما عن سعر الغاز الطبيعي هو الآخر، بلغ حسب آخر تحديث متداول له 2.846 دولار أمريكي، هو سجل نسبة ارتفاع بلغت 0.21%. أما سعر معدن الذهب اليوم 3 أكتوبر 2023 هنا في الجزائر بالعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا بالدولار الأمريكي، فقد بلغ 8044 دينار جزائري، ما يقابله 58.56 دولار أمريكي.